سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا إلى ما جابت به مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذه الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية المشرفة على الانتهاء. فما نشرته أنامل الانترنت اليوم هي زيارة الدكتور منصف المرزوقي لكل من جرجيس وتيطاوين ومدينة جربة، وكان في استقباله كالعادة آلاف المناصرين والمعجبين، حتى أن مسؤول صفحة المساندة أكد أن المرزوقي حمل إرهابيا صغيرا ثم وفي محاولة لكسب مزيد من الأنصار تحول من دكتور إلى قهوجي. يعني إيش خصك أنت كبوسة تو يجي يعيش ولدي؟ ايش بيك تصوري فيه انت؟ عمرك شتي رئيس قهوجي؟ لازم نجيبوا الاصوات يا جماعه. من جهته لا يزال قايد السبسي يتبع في اثار المرزوقي في خطه لمسح ما حققه الدكتور، فزار اليوم النفيضة اين كان له استقبال مهيب لمواطنين. يقول صاحب الصفحة وهي صفحة فخار كسر بعضه أنه جابهم معه في الكيران، ولكن هذا المواطن ما هوش فرحان بالخطأ المطبعي اللي عملوا على القميص نتاعه. أنا نحب جبوج مكتوب في القميص، يعني أنا نحب نتحرك، أنا نحب جبوش، نحب نتحرك بالفرنسي، وهو يتساءل هل يمكن للبجبوج أن يفعل ذلك؟ من جهة أخرى وكإجابة لسؤال نشرت صفحة الحملة الشعبية صورة أخرى لاستقبال من نوع آخر لم أفهم أنا محتواه، يعني تحت عنوان أهالي النفيضة يستقبلون الباجي بليكوش، يعني أنهم مصرون على القلع. شيء آخر أثار استياء البجبوج في هذه الزيارة وهو أنه تعبوه، يعني كانوا يجيبوا له القصار، هو تعبان من ظهره وغادي تفضحوا حول قضية نشر التقرير الطبي. يعني مصطفى المرزوقي نشر التقرير الطبي بتاعه، يعني هو مازال، ولما شاف انه تغطيه صحفيين مش ولا بد كي للعاده قال لهم يرزيكم الا انتم صحفيين، ثم اخذ هو الميكروفون وبدا يحاور في الحاجه. شوفوا الصوره، صوره اخرى هي لمحسن مرزوق حكمته الكاميرا كاميرا الانترنت، وهو يعطي فلوس لبعض المواطنين وقالوا عليه شراء ذمم. يا خوتي لما لا تقولوا صدقة؟ يعني ممكن محسن مرزوق يتصدق، هو معروف بموافقه في المواقف تاعه المحترمة والجريئة بعض الأحيان، خاصة في التهجم على الدكتور المرزوقي ويقول أنه ما يسمعش مليح. تبعوا معنا. أخيرا تزييف الانتخابات، يقول معناها نص مرزوقي بنفسه الباجي قائد السبسي اعترف بعظمة لسانه أنه دلس الانتخابات، يعني وكتسمعها هذه من مرشح في المستوى هذا ورئيس تتعجب، لأنه احنا التصريح كلنا نعرفوه. الباجي قائد السبسي قال نعم لقد زورت الانتخابات في وقت البورقيبة، وما قالش هو زورها الانتخابات لأنه وقتها كان وزير خارجية. الظروف لأول مرة في تاريخ تونس أن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. معنى كده أنك بتعترف أن كل الانتخابات حتى في عهد بورقيبة كانت تماما مزورة؟ هذا مش اعتراف، هذا معروف. حتى حينما كنت أنت وزير الداخلية؟ تماما نعم. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. ما يسمعش مسكين دكتور المرزوقي، لازم له دكتور يا أخي. ويواصل محسن مرزوق تهجمه على المرزوقي ويقول أن مطالبتهم بالملف الطبي للبجبوج شعبوية رخيصة، ونتحداهم أن يكملوا ملفهم الطبي حول صحة المرزوقي النفسية والعقلية. تبعوا معنا. قعدش نهار كله يلكلك في اش قال جدي واش قال جد جدي، ونرجعوا فين سيدنا حوس، ونرجعوا فين سيدنا حوس، ونرجعوا فين سيدنا حوس، وش عمل بورقيبه واحد جوام، واحد جوام باش نحاسبوه. يعني هذه امور ماشي معناها.
يا ماشي واعي هذه الامور هذه، يعني سارع الفيسبوكيون الى جوجل للبحث عن هذا السيد نحوس الذي ذكره البجبوج، وتبين لهم بعد جهد جهيد انه ربما يكون من هؤلاء الذين لم يقصص عنهم الله في كتابه العزيز. يعني حوسنا عليه ما وجدناش هذا سيدنا حوس. المرزوقي وفي لقائه الأخير الملتلفز أعطى تصوره لتونس ومستقبل التونسيين تحت إمرته. تابعوا معنا. نجمع السفراء نقول لهم شوفوا، اللي قبل الخارجية كان عندها وظيفتين، الوظيفة الأولى هو أنكم تعسوا على الجاليات، فهمني، بحيث أكبر أهم شخص موجود في القنصلية هو البوليس السياسي، هذه الوظيفة أنساوها. الوظيفة الثانية هو تجميل صورة الرئيس، هذه زادة انساوها، ما حاجتيش بكم تجملوا لي صورتي، أنا قادر بجملها وحدي، نمشي في كل بلاد ونعمل محاضرات وقادر، ما عندكمش باش تجملوا. أنتم مشكلتكم الأساسية هي فتح الأسواق، هي الدبلوماسية الاقتصادية. توا في الوقت الحاضر إيش قاعد نعمل وإيش باش نزيد نعمل؟ ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو يعني جلب الاستثمار. ما عندكش فكرة أنه انا كل علاه ثلاثه مرات نمشي لنيويورك في اجتماع الرؤساء، لانه هذيك سوق عكاظ تلقى فيها كل رؤساء العالم. ما عندكش فكره قداش في 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 دقيقتين ساعه لساعه يعني تنجم تجيب 200 مليون 300 مليون 500 مليون دولار لتونس. 500 مليون دولار لتونس. وردا على هذا الفيديو البجبوج يؤكد للتونسيين أنه حتى الأحلام ممنوعة لكم. تابعوا. شفتك تتكلم اللغة الإنجليزية، فما واحدة قالت لك I love you يا أخي، جاوبتها me too في الشارع. باش من الجواب بالعربي إذا كان هي كلمتي بالإنجليزي. ما لبشت لك بالإنجليزي أنا وأنت جاوبني كما تحب. Do you have a dream؟ أشوف اللي جاب الكلمة هذه قتلوك، ولكن يظهر وأنا ما نتمناش أنا سي منصف المرزوقي نفس النتيجة. لانه البارح قال عندي دريم كذا، يعني تونس كل باش تولي جنه وفيها بريكاجي بعد 5 سنين، لكن في على اساس هو راهو عنده حلم. احنا ماذا بينا حلم باهي، يعني حاجه باهي، ماذا بينا نمشيو للواقع وننفذوهم الواقع ونردوا تونس يعني مقدمه بالواقع لا فقط بالتمني. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل إلى محالة، لكن ما بينا نمشي بالواقع. يعني هذا الحلم يعني كلنا شفناه احنا في عدة بلدان لم تكن شيئا مذكورا من قبل، والآن يعني حققوا هذا الحلم الذي يمنع البجبوج التونسيين من حتى الحلم به. من جهة أخرى فيه اعترافات على عدم قدرة البجي قايد سبسي للمداومة لمدة 8 ساعات القانونية في العمل. هذا يقول يعني زميله وصديقه يقول أنه لا يشتغل إلا في الصباح. تابع. مسألة مهمة. تفضلي. إذا سي الباجي قادر أنه يعمل لساعات طويلة في مكتبه وفي حزبه ويدير اجتماعات مصيرية وتوا مشرف على حملة انتخابية تتطلب حضور وقتي زمني كبير، يعني الراجل في صحة جيدة. والله شوف نجم نقول حاجة لأني عشتها. لأني عشتها هذه ماشي. سي الباجي يقول صباح برك العشية يرتاح. صباح برك. أيوة. حتى ماضي ساعة. لأسباب صحية؟ هذه الناس كل تعرف وأنا عشت. لكن أنا على كل حال اليوم أنا نجي الأولاني ساعة للبيرو في المهم في 8 ونروح ماضي ساعتين كل يوم. أنا نجي الأولاني ساعة للبيرو في المهم في 8 ونروح ماضي ساعتين كل يوم. فاش حبيت نقول لك؟ وبعد في العشية نقبل الناس ونقرا الكتب ونقرا الجرايد ونقرا كذا. والله شوف هذه نجم نقول حاجة لأني عشتها. لأني عشتها هذه ماشي. سي الباجي يخدم الصباح برك العشية يرتاح. الصباح برك. أيوي. حتى ماضي ساعة. لأسباب صحية؟ هذه الناس كلها تعرف. وأنا عشتها. واضح. أنا نقدر نقول حاجة فقط، واحد فيهم وهي يكذب. قضية المناظرة كذلك بين المترشحين تعود من جديد على صفحات التواصل الاجتماعي، وبحيث يغيب أنصار غايد السبسي بعدما أقدمت منظمة أنا يقظ ببرمجة مناظرة بين أنصار المرزوقي وآخرين للباجي بقاعة لو برنس. ولكن هذا الغياب الذي يعكس طبيعة الرئيس والمرؤوس أثار استياء المنظمين وسخرية الحضور.
لكن هي فتوى أصدرها ناجي جلول للبجبيج بهذه مناسبة المناظرة. تابع التوقف في المناظرة. لا لا لا, 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 لا هذه بدعة, وأنا معناها أنا معناها كنت قارب كل الشارع ونحبش بدعة, وكله بدعة الحرام. إيه كله بدعة. عاد جماعة بدعة عاش البشير بن حسن وتبارك. المناظرة بدعة, يعني خلونا مش نتكلموا على المناظرة من فضلكم. يعني البجبوج في صفحة أخرى وفي فيديو آخر يقول أنه هو من سجل نفسه في سجل الولادات بحيث أنه ولد وعمره 25 سنة. تابع. بدينا زاد صغار, مش من نهار الأول عمرنا 80 سنة, أنا بدينا 25 وإحنا ماشيين وإحنا ماشيين وبدينا زاد صغار, مش من نهار الأول عمرنا 80 سنة, أنا بدينا 25 وإحنا ماشيين وإحنا ماشيين. يبدينا 25 وإحنا ماشيين وإحنا ماشيين. وتعود حليمة لعادتها القديمة, فلا يمكن أن نسمي حادثة إلا إذا وقعت بالخطأ ومرة واحدة فقط, وإلا فستصبح إيمانا بالقضية. من هو الشعب التونسي؟ هذا هو السؤال الذي يتردد. تابعوا. قبل كنت تخرج في الخارج يقول لك تونسي سلام عليكم, توا ولا فينا الشك, لأن ثلاثة أرباع بتاعنا ولا معنا إرهابيين, لأن ثلاثة أرباع بتاعنا ولا معنا إرهابيين, لأن ثلاثة أرباع بتاعنا ولا معنا إرهابيين. بدون تعليق. حما الهمامي لا يزال أمام موقفه المبهم ويدعو قاعدته الشعبية للوقوف في وجه المرزوقي حتى وإن لم يصوتوا للباجي قايد سبسي وإدخال الورقة بيضاء. تابع. آخر سؤال وهو تذكير فقط, أنتم مضطرين إذن لمساندة الباجي قايد سبسي لقطع الطريق أمام منصف مرزوقي, هو اضطرار وليس نوع من المساندة. أنا ما قلتكش, أنا قلت لك الموقف أنت عجبها الشعبية يحتمل حاجتين, يحتمل التصويت لفائدته ويحتمل عدم التصويت لفائدته. المهم هذا لقطع الطريق أمام منصف مرزوقي. هذا يا بطبيعة الحال بالنسبة للمسألة هذيك, احنا شنو التوصية بالنسبة للناخبين والناخبات؟ توصية اقطع الطريق على رئيس فاشل, هذا يتم عليه اتفاق. ما تبقى كما قلت لك يحتمل هكا ويحتمل هكا, ونخليه للناخبات والناخبين بطبيعة الحال انهم يختاروا بين هذا الموقف وذاك, ولكن المهم انهم يمشيوا نهارت 21 منها ديسمبر, وخلينا ندخل في الصحيح, ندخل في المرحلة منها الجاية نتاع بناء تونس. وفرصة زادة أنا وقت نقول للتوانسة راهو ما تخافوش, أنا نقول للتوانسة بالمجد منها ما يخافوش. علاش؟ على خطر وراو في التجربة السابقة وأنهم اللي مش يمثلها محقوقهم, اللي مش يسلم حريتهم راهو باش يفشل, وراهم ما هوش معناها باش يخلوه. وإحنا كما كنا في السابق وكما توا وكما كيمش نكونوا منها في المستقبل, رانا مع تونس ومشاء مع شعب معناها تونس, سواء كنا في الحكم أو خارج الحكم. أرجو من الشعب التونسي أن يشري ديكودور ليفهم بعض التصريحات. اللعب خشان يا جماعة. الطفلة الأمورة اللي بثيناها المرة اللي فاتت هي اللي سجلت نفسها من فرنسا, وهذا بمناسبة مساندتها للمرزوقي, لقد إقبال كبير في مواقع التواصل الاجتماعي, وهي لما سجلت نفسها مرة ثانية. تابعوا معنا. C'est d'aller voter. Plus d'excuses. Toi qui me regardes, oui toi, et toi qui m'écoutes, va voter. La Tunisie, elle t'appelle. La Tunisie, elle a besoin de toi. L'alarme, elle a sonné. Fico ya Twensa, rapi fico. Fico, ajikum rapi fico. Bravo, la Tunisie, elle a besoin de vous. Elle vous appelle. Toi, vous savez, si j'avais 18 ans, depuis la nuit, je me réveille. Au consulat, je fais la gueule, j'attends mon tour. Depuis la nuit, vous avez la chance d'aller voter. Allez voter pour moi, pour la Tunisie, s'il vous plaît. Erdik, la Twins, Erdik, votez. Erdik, Erdik, Erdik. Bref, vous savez encore, vous allez voter pour qui? Vous savez, vous allez voter pour lui, Marzouki. Erdik. Votez Marzouki, facile.
ضربت يعني كل تصريحات الهمامي في الصفر. ننهي لقاءنا مشاهدينا الافاضل اليوم بربما نقول شعر قصيده هي جاءتنا من الجزائر، شاعر شعبي نستطيع ان نسميه كذلك، اسمه نذير بلهوشات، واهدى هذه الكلمات للشعب التونسي. ولا تنسوا موعدكم بزميلي سمير الخالدي، فسنفتح الخطوط بعد ان تستمتعوا بهذه الابيات. ولم يبقى لي الا ان اقول لكم سلام. تحية لكم يا أبناء تونس، تحية لكم يا من أبهرتم العالم أجمعين، يا من علمتم الشعوب بأنه من يطلب الحرية لا بد أن يستجيب له القدر. تحية لكم يا من خذلتم المتربصين وقلتم لهم بأن هذه تونس ليست ليبيا وليست مصر. تحية لك يا من رفعت على أرض تونس راية فلسطين في وقت كان حكام العرب يعتبرون مجرد الحديث عنها أكبر خطر. شكرا لك يا من قدت السفينة عندما تخلى عنها الآخرين. أين كان هؤلاء عندما كان شعب تونس يعانق أمواج البحر؟ يا من تشترون الذمم، دماء أبناء تونس ليست للبيع لا بالملايير ولا بالملايين، دماء أبناء تونس ليست لها سعر. لا أظن بأن شعب تونس نسي تلك السنين، سنين الظلم والبؤس والقهر. لا أظن بأن شعب تونس نسي بأن حكمه في يوم ديكتاتور اسمه زين العابدين، وأن هناك من أكل وشرب معه في نفس القدر. أهل تونس أدرى بشعابها، لكننا نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأن التاريخ ليست للدراسة فقط وإنما لأخذ العبر. يا من تستنشقون اليوم رائحة الياسمين، لا بد أن تتذكروا من سقوها بدمائهم لكي تزدهر. لا أظن بأن شعب فتي يختار من شارف سنه عتبة التسعين، كيف لمن ماتوا من أجل الحياة يسلمون أمرهم لشيخ يحتضر. أهل تونس شقوا طريقهم وعقدوا العزم وأدوا اليمين، وقالوا شعارهم بأن نحن شعب لا بد أن ننتصر أو ننتصر. We'll be right back.